هلا هذه كوردينيت ميجرينج ماشين 4 ديجري اوف فريدم مانيبيوليتر ارم، هذه مش روبوتك ما تتحرك هي. شو بنعمل فيها؟ اذا احنا بدنا ناخذ الاحداثيات اللي على جسم معين بنحرك المانيبيوليتر ارم بحيث انه هاي النقطه وين بتكون موجوده؟ على سطح الجسم اللي بنقرا الاحداثيات تبعته. في هاي اللحظه لما يكون على سطح الجسم اللي احنا الاحداثيات اللي بنقراه بقول هذا في له ريدنج، هذا ابسولوت شارت انكودر، هذا كمان ابسولوت شارت انكودر، هي الثالث والرابع مخبى هون لما هذا يلف بهذا الشكل. لما هذا يلف بهذا الشكل وبعدين عندي يلف هذا يلف اي بوزيشن بحطه على الهاي رح يكون هذا له قراءه وقراءه 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 من هون. اذا بنقرا القراءات الثلاثه شو بنقدر نحدد؟ بوزيشن بتاخذه بالروبوتكس، بتاخذه الفورورد والانفرس كينماتكس. الفورورد كينماتكس بتحدد لي ايش لازم يكونوا هذول حتى اجيب نقطه معينه، والعكس والانفرس عفوا الانفرس والفورورد كينماتكس بتعطيني العكس من هون. فاذا بدي اقيس نقطه معينه طبعا انا عارف الطول هذا وعارف الطول هذا وعارف الطول هذا الدي اتش دينفيت هارتنبرغ نوتيشن اللي بيكون باخذ روبوتكس. هذول كل واحده من هذول اظن هذه كانت 14 بت، 14 بت تعطي ريزولوشن عالي يعني بتطلع بال 4000 اظن 4000 بلس بير ريزولوشن. هذول كلهم ابسولوت بروحوا على اس اس اي، ثلاثه من هذول بروحوا على 1 اس اس اي كارد والرابع بروح لحاله على اس 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 اي كارد الثالثه، فبعطيني البوزيشنز تبعت الشارت انكودرز الموجودين هون حسب سطح الجسم. فهو بحرك الارم لحد ما تيجي على سطح الجسم بعدين بيكبس كبسه، عندما يكبس الكبسه البروجرام بيقرا البوزيشنز تبعت الشارت انكودرز الاربعه اللي موجودين هون ومنها بطلع. طبعا هو مبرمج ماخذ القراءات هاي ومبرمجها في داخل في ال فبيقدر يطلع ترى السيميلينك شو بتصير؟ لا اظن على على الماتلاب اظن عنده كله في الماتلاب. في لها فيديو دكتور على في فيديو صحيح في فيديو نازل على الموقع اليوتيوب اذا بتحبوا تشوفوه. ايوه هلا هذول بنسميهم هولو، هولو يعني مفرغ. فالشافت بيجي بيدخل من هناك، الشافت بيدخل بالشافت انكودر بعدين بنثبت الشافت انكودر. فالشافت انكودر لها ما لها شافت هي طالع منها، هي هولو، فبدخل الشافت من الجهاز وبمسك فيها فبنسميها هولو شافت انكودر. وبطلع طبعا الكيبل من كل شافت انكودر بروح على هي ال الاند افكتر. طبعا هو في انواع احسن من هاي البروبز، في بروبز بيكون فيها سنسر في اخرها سنسر، فمجرد ما انا حطيتها على الجسم وضغطت عليها ضغط معين هي بتعطي اشاره انه الان في فاليد بوزيشن على سطح الجسم تاخذ القراءه منه. في بعض انواع الكوميرشال بتبدل انت الاند افكتر بتشيلها وتحط محلها ادابتر ثاني. وفي عندنا كمان هون هاي هون واضح يمكن مبين اكثر الشارت انكودر وطريقه تثبيته بحيث انه ما يلف ويكون ثابت في المكان. هذول كلهم عمل له ماشينينج. في هون اند ستوب، اذا شايفين هون في اند ستوب بحيث انه ما خلص يوصل بقدرش هذا يلف كونتينيوسلي. جوينت ليميتس تمام، بيعمل ليميت في النهايه حتى يوقف عند هذا الليميت اللي موجود هون. وهي هون كمان في اند حتى يضرب بهاي ما يلفش ما يضلش يلف باستمرار لانه الكيبل تبعي بعدين بخرب الكيبل، فما بقدر هذا يلف باستمرار، بده يلف ورد يرجع بلفه وبضل برجع مره ثانيه. هاي كانت معموله من تاسك سبيس اصلا صغير وعاده الجسم بيكون صحيح. هم الاجسام اللي كانوا يقيسوها صغيره، انا ما بعرف اذا عندي شيء ثاني اخرجكم اياه هون في فيديو تبعت الماوس اللي كان يسمى الماوس صحيح. خلينا نشوف اذا كان موجود هون. ايوه ما بعرف اذا هاي تبعت الماوس، خلينا نشوف. بده يحرك ال بعدين بده يثبت، لازم يثبته في النهايه لو صار عنده ريفرنس واضح ثابت، وبعدين بنزل بصير ياخذ نقاط مختلفه على سطح هذا الجسم هيثبت ال ثبت الهاي بحيث انها ما تتحركش. والاس اس اي كارد موجودين في داخل البرنت الديسك توب اللي موجود. ما اظنش بعرف اذا في صوت هون. هي هلا هو بده ياخذ نقطة على سطح، هو عم باخذ ريفرنس. ففي ريفرنس وبصير النقاط كلهم بالنسبة لهذا الريفرنس. معلش. اوكي ماشي، هاي فكرة عن
سي ام ام. طبعا هلا